مع بعض النهاردة ماسك تفتيح البشرة. هناخد 3 معالق من النشا الأبيض، نكون مدفيين مية، ننزلها كده عليه بالراحة ونقلب. أنا عايزاه يبقى كريمي شوية، مش عايزاه يبقى سائل. نحط شوية تانيين. زي ما انتم شايفين كده، علشان لسه ايه، عايزاه يبقى خفيف شوية عشان في حاجات تانية لسه هنحطها. الشوفان الابيض المطحون والحليب البودر. معلقة برضو صغيرة من الشوفان الأبيض، معلقة برضو صغيرة من الحليب البودر، ونقلبهم. هيبقى بالشكل الكريمي ده زي ما انتوا شايفين، عايزاه يبقى زي الكريم بالظبط. تعملي ايه؟ تغسلي ايدك او وشك او حسب اللي انتي هتحطيه على المكان اللي انتي عايزة تفتحي بيه. نعمل كده، زي ما انتوا شايفين. وفايدة النشا رهيبة 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 جدا للجسم ولتفتيح البشرة، او ممكن كمان بايدينا يعني عادي مش فارق. وبالذات بقى لو حطيتيه على المنطقة الغامقة في جسمك بيفتحها بطريقة ما تتخيلهاش. نعمل كده زي ما انتوا شايفين، ونسيبها لحد لما تنشف. نسيب الماسك كده على ايدينا لحد لما ينشف، وانتي اصلا سايباه على ايدك هو بينشف كده هتحسي ان جلد ايدك او جلد وشك بيتشد. ليه؟ فايدته بقى ايه النشا؟ ان هو بيشيل التجاعيدات اللي في الوش، وبيشيل السمار اللي في الوش، وبيشيل الجلف اللي حوالين الشفايف، وبيفتح البشرة بيخليها تلج. انا جربته الصراحة وما بقدرش استغنى عنه خلاص. الطريقة دي تستخدم يومي او حسب زي ما انتوا عايزين، يوم بعد يوم او مرتين او 3 في الاسبوع، وبيفتح المناطق الداكنة بطريقة ما تتخيلهاش. تتساب الماسك ده يتساب لي على المناطق الغامقة لمدة ساعة. جربوه وهتدعولي.